احد الاخوة يود ان يعرف اعراب هذه الكلمة، هل يتغير معناها لو تغير تشكيلها؟ نعم، وهي لا اله الا الله، يعني لا اله الا الله اعرابها واضح، لا اله لا ناسية، واله اسمها ولو معها فتح في محل نصب اسم لا، وخبرها محذوف تقديره حق على الاصح، لا اله حق والا الله الا حرف التثنى، والله بدل من حق، والبدل ليس لابد في اعراب، ورفع الاول مرفوع وهذا مرفوع مثله، هذا هو اعراب الصحيح. وقال قوم معناه لا اله موجود الا الله، وهذا ليس بصحيح، لان هناك الهه موجوده غير الله، البدوي اله موجود، والحسين اله عند اهله موجود، والعرب ذلك اله عند اتباعه موجود، وهكذا اصنام موجوده في الهند وفي غير الهند وفي كل مكان، وفي الصين وفي الصين الاخرى، وفي اماكن كثيره اصنام تعبد مع الله، تعبد الهه مع الله، لكنها باطله. فلا اله حق الا الله، اما من قال لا اله موجود فهذا غلط، لكن لو جد فيه لا اله موجود بحق استقامت الكلمه، لكن لا اله حق الا الله يعم الموجود غير الموجود، ما هو له حق ابدا، لا موجود ولا معدوم، معنى اله حق الا الله سبحانه وتعالى، ليس هناك اله تحقق وجود وزاله، لا، ما هناك اله حق الا الله سبحانه وتعالى. نعم.